ما حكم تجرد الزوجين من الثياب وقت الجماع دون غطاء؟ أولاً السؤال، سمعت أن علاقة المواقع بين الزوجين غير جائزة إذا تمت دون تغطية بملاءة أو بطانية، لأن الملائكة الموجودين يخجلهم ويهينهم جسدا الزوجين العاريين وهما في وضع المواقعة، لذلك يجب على الزوجين تغطية جسدهما ببطانية خلال المواقعة، ويجب أن لا يكشفا عن جسدهما، فهل هذا صحيح؟ الجواب يقول: التحريم حكم شرعي لا يصح أن ينسب إلى الشرع إلا بدليل شرعي ثابت من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجمهور العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية على جواز التجرد من الثياب حال الجماع بين الزوجين، وقد ذهب الحنابلة إلى كراهة التجرد من الثياب وعدم الاستتار حال الجماع مستدلين لذلك بأحاديث لكن لا يصح منها شيء، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قول أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، فإنه إذا لم يستتر استحيت الملائكة فخرجت، فإذا كان بينهما ولد كان للشيطان فيه نصيب. ولكن قد ثبت ضعف هذا الحديث، فلا يصح الاستدلال به على وجوب الاستتار والمنع من التعري أثناء الجماع، والأصل حل الاستمتاع بين الزوجين في النظر واللمس، وقد استدل جمهور العلماء على الجواز بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. والخلاصة أنه لم يصح حديث في النهي عن التعري والتجرد من ثياب حال جماع الزوجين، وأن الأصل هو الحل، وقد ثبت ما يؤيد هذا الأصل.